داليا مراسلنا عمر الصلاح. أبدأ معك داليا، مرحبا، كيف تبدو الأوضاع إليك عندك عفوا؟ نعم. وتحديدا أين أنتم متواجدون الآن؟ نعم، انتقلنا في الطريق إلى قاعدة أفيفيم التي تم استهدافها أمس بصاروخين المضادة للدروع من حزب الله. هذه القاعدة قريبة جدا على الحدود، تستطيع أن ترى هنا ورائي السياج الحدودي الأراضي المحروقة، هذه أراضي لبنانية وراء السياج الحدودي. هنا تقف المدرعات الإسرائيلية في بوابة هذا المعسكر الذي يبدو أنه أخلي منذ يوم أمس منذ الهجمات عليه. فنحن نقف هنا عند بوابة المعسكر ولا يوجد أحد داخله، يعني لم نستطع حتى أن نشاهد أن نسمع أي صوت داخل هذا المعسكر. أردت أن أتوجه معكم لتروا كم هي الصورة، تبدو أن هناك أوامر بإخلاء هذه النقطة كونها قريبة جدا من الحدود، ما يعني بأن إسرائيل ما تزال حذرة من أي هجوم آخر قد يشنه حزب الله أو أي طرف من الجهة اللبنانية عليها. وبالتالي لا نرى جنود في هذه القاعدة العسكرية. هذه غرفة الحرس في قاعدة أفيفيم خالية، تركوها كما هي بالأوراق التي فيها مفتوحة أيضا. وبالتالي هذه القاعدة كانت أخليت أمس بعد استهداف آلية عسكرية إسرائيلية يقال أنها ناقلة جند من قبل حزب الله بصواريخ مضادة للدروع، فيما ينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقوع أي إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، رغم وجود فيديو يظهر نقل مصابين من الجيش بطائرة مروحية إلى أحد المستشفيات في شمال البلاد. يقول الجيش الإسرائيلي بأنه قام بخدعة لحزب الله لكي يبين وكأن هناك إصابات في صفوف قواته، ولكن ليس هناك إصابات بحسب الإعلان الرسمي. ويقول بأنه مارس هذا الخداع لتضليل حزب الله ليعتقد بأنه قام بإصابة جنود إسرائيليين. هذه غرفة أخرى داخل القاعدة العسكرية، لا يوجد أحد هنا، المكان متروك كما هو، حتى أن الأبواب مفتوحة علي في هذه القاعدة العسكرية، حتى أنه لم يتم إغلاق هذه الأبواب، تركت الغرف كما هي بعد إخلائها من الجنود الإسرائيليين. يقول الجيش الإسرائيلي بأنه يحافظ على حالة الاستعداد. إذا انسحب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق الحدودية، أين يحافظ على وجوده تقريبا على الحدود؟ انظر، حتى نرى هنا أن هناك أسلحة متروكة مكانها في غرفة الجند. هذه مخازن للذخيرة للرصاص وقد تركت مكانها، يعني أي أحد يستطيع أن يأتي إلى هنا ويأخذ ما يريده من هذه القاعدة. تفضل علي، لم أسمع سؤالك، هل تستطيع؟ سألتك داليا أنه إذا الجيش الإسرائيلي انسحب من هذه المواقع الموجودة يعني تماما على الحدود، أين يحافظ على وجوده في هذه الأثناء؟ صراحة رأينا بعض نقاط الحواجز العسكرية التي انتشر فيها كمية قليلة من الجنود الإسرائيليين في الطرق المؤدية إلى هنا وفي الطرق القريبة من الحدود، ولكن لا يوجد هناك انتشار للجيش، لا يوجد آليات للجيش الإسرائيلي نستطيع أن نشاهدها لتقول أن هناك حالة استنفار وجهوزية. يبدو بأن القوات نقلت من هذه القاعدة القريبة جدا من الحدود إلى مكان آخر، يعني يعتقد لربما الجيش بأن هذه القاعدة كونها قريبة جدا قد يتم استهدافها مجددا، لكن حيث أنها استطاعت عناصر حزب الله استهدافها بطريقة موجهة. داليا، ليست المرة الأولى التي نغطي فيها حالات توتر من هذا النوع على حدود إسرائيل. أن تترك القاعدة بهذا الشكل، أن تهجر، ماذا يعني وفق ما تابعنا وفق ما كنا نتابع في الأوقات السابقة؟ هل يعني أن الجنود يعني تم إخلاؤهم على وجه السرعة حتى أنهم لم يتمكنوا من إغلاق أبواب القاعدة؟ ماذا يعني هذا المشهد الذي ظهر أمامنا الآن؟
هذا مشهد أراها لأول مرة صراحة خلال التغطية للأحداث وفي حدود قطاع غزة، في كل مكان يشوب التوتر، أن تترك قاعدة عسكرية ويوجد فيها ذخيرة يعني كما رأينا ومعدات للجنود وتترك هكذا كما هي، هذا يعني بأن الوضع أصبح خطرا في هذه القاعدة وتم إخلاؤها، لربما أيضا هو تكتيك كما يقول الجيش بأنه يمارس الخداع على حزب الله في الفيديو الذي أظهر نقل مصابين. قد يكون هذا لربما يشرح بأنه تكتيك بترك القاعدة هكذا مفتوحة الأبواب، يستطيع من يريد الدخول إليها، لا يوجد حواجز عسكرية حتى في محيطها، وبالتالي ربما أيضا يمثل هذا حالة من الخوف التي كانت في صفوف الجنود الإسرائيليين نظرا لقربهم الكثير يعني هم قربهم من الشريط الحدودي. وكما قال لنا أحد أفراد الأمن الإسرائيلي الذي أخلانا من نقطة قريبة على بعد 10 أمتار من السياج الحدودي قرب مارون الرأس، أتى وطلب منا إخلاء المنطقة وقال بأنه لا يستطيع أن يبعث بقوة عسكرية باللباس الرسمي للجيش الإسرائيلي لأنها مستهدفة ستكون من قبل عناصر حزب الله، وبالتالي أتى رجال أمن بلباس مدني وطلبوا منا إخلاء النقطة العسكرية. أريد أن أعود وأذكر داليا بأنك الآن كنت معنا من قلب قاعدة أفيفيم العسكرية الإسرائيلية على الحدود مع لبنان، كما أظهرت أمامنا القاعدة مهجورة بشكل تام حتى أن الأبواب لا تزال مشرعة في هذه القاعدة. على المقلب الآخر من الحدود معي عمر الصلح مراسل RT من هناك. عمر، أين أنت تحديدا الآن وكيف تصف لنا المشهد لديك؟ نعم بالفعل علي، نحن في المقلب الآخر وتحديدا في منطقة مارون الرأس على هذه التلة التي تطل مباشرة على الأراضي الإسرائيلية. يمكن هنا أن نرى مستعمرة أفيفيم، أطلب من المصور، هي مقابل منطقة مارون الرأس مباشرة، حيث جرت قام بعملية حزب الله بالأمس ضد آلية عسكرية إسرائيلية. وأيضا يمكن أن نلحظ تحركات لقوات اليونيفيل، هي منذ ساعات الصباح تقوم بدوريات مؤللة ودوريات سيارة وربما للبحث عن قنابل عنقودية، لأنه بعد الاستهداف الإسرائيلي بالأمس الأراضي اللبنانية كما جرت العادة إسرائيل تستخدم القنابل العنقودية، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى حوادث كثيرة. قوات الطوارئ الدولية تقوم عمليا حاليا كما نرى بالقرب من الطرقات من الجانب اللبناني بالبحث عن عما إذا كان هناك قنابل عنقودية من أجل سلامة المواطنين. وفي الخلف بالطبع تبدو الأراضي التي تعرضت للحرق جراء القذائف الإسرائيلية التي استهدفت لبنان عقب عملية حزب الله بالأمس. عموما علي، يمكن القول أن الأجواء هادئة عموما في كل المناطق الجنوبية، في كل المناطق التي هل ما يشير إلى أن بالفعل الأوضاع تتجه نحو التهدئة، أم أن هناك إشارات ربما على احتمال تجدد مجرى بالأمس؟ عمر، لا علي، كل المؤشرات تدل على أن الأوضاع تتوجه نحو التهدئة، حيث لم نسمع سوى بعض الخروقات، كان هناك طائرة استطلاع إسرائيلية منذ بعض الوقت، ومنذ بعض الوقت أيضا استأنفت إسرائيل مقابل منتزهات الوزاني استأنفت عمليات حفر ورفع السواتر الترابية، وهذه الأعمال كانت تقوم بها قبل عملية حزب الله وقبل عملية الضاحية الجنوبية، ولكن حتى الآن لا نشهد أي مؤشر للتصعيد. الجيش اللبناني بطبيعي طبيعي هو في حالة استنفار على الحواجز، ولكن من خلال الحركة ومن خلال التواجد على الأرض، كان لعناصر حزب الله أو كان للجيش اللبناني، لا يبدو أن هناك مؤشرات للتصعيد في الأيام المقبلة. عمر صلح، كنت معنا من مارون الرأس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أنا أشكرك جزيلا على كل المعلومات التي أفدتنا بها. أريد أن أشكر أيضا داليا النمري، كانت معنا من قلب قاعدة أفيفيم العسكرية أيضا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، المنطقة التي شهدت بالأمس مواجهات وقصف مدفعي بين الجانبين. أنا أشكركما جزيلا على كل المعلومات التي أفدتمانا بها.